بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدرس السابع درس التضبات والخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا وفيها ولد الصبد الحسن والخمر خمرت حرمت والحرمي يقينا سهبال في السنة الثالثة من الهجرة سندي سد هذه هجري عند كثير من أهل العلم إن بلانوا أهل العلم أساسي قبان فاسمع عن دقيس هذا كان دقيس خبر كان وفيها في السنة الضمير يعود إلى السنة الثالث وفيها سندا سد هذا أيا ولد لدلي أصبد إران قبلتك وقبلت هذا ويلك ابن البنت بالله قبلت هذا ويلك هذا أصبد الله الحسن حسن بن علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول بعدش صلى الله عليه وسلم نبي علماء وصي خمرة الشيخين تدريجي بمرتي ترتيب ترتيب تاوحي أمرتي عربتنا آد بحلقة أدي على عين خمرة وكانوا يتفاخرون بها ونكوفة تمجرين وحينو أركي جرين سبب من أسباب الجود إنا يتهي ديق سنما دا أسباب تيدا ميد كم من مركي خمرة عبان وكان عنتر أبيادي سكويري فإذا صحوت فإني مستهلك هدان ميرسدنا مالك وان بحيني مركان عبنا ننقابني مبي ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر بالمشوف المعلم بزجاجة صفراء وأبيادي الرحيق وحكوكين الجري نسب النبي عوانك كوري مركب حوارك يجري وحوليه آدمان وحوب بحين بوليه هدان قمر هذا عبه هدان حتى ميرسدنا حوليه وانهم بحين آيه مركب صواب من أسباب الجود ما دام يواركايين ويكوفا انتمن جرين تقنا حولك قلي او قنعسي بأيك قنعسين جرين هل مر لما حرمين إياه تلابوين بأ الله مر وعلماء وحيدا إلى صد حايد باكوي ميد قار كود واسيد اللو بديه قار أفر يرين واب الجلان وصورة النحل كدر آيات كجرت لكن صدح له بدين آيات في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ضدك وحيكوي دينا يا نبي محمد وخمر يا قمر وحادها لبضو ذو حاكجر الدنبي ضدك أنا نفع بيوليهين حل قاس وي حل قاس دنبغو ذا كوين لكن نفعغو ذا دنبغو وين مرلاباتكي ضيق على الشاربين الوقت كوي عبا يوحالو عدي دي وقتكي نفاسكي باللو دي دي فراقا مركز نفاس دي واسكا سواحلي وفراقا كوانا ذاتك قاربا لغا نفاس دي سومالي دي هرمغلان انكي يميلها نمانين دي قهوانكا نفاس لده هموكس دالمض marka nifaaska aan sheegayna waa kii sawaaxiliga firaaqadan ka wadna iyo fursada waxa weeye marka nifaas miya bifatah an-nun ha Allah yarak jazakallah marka waxa weeye markii dambana waqtiga lagu ciliyo waxa la leeyahay salaada uma dhawaan kartaan idinkoo sarqaansan waqtiga marka waayeen يا مركه وحالي يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون مركي صدحنا وابل صواف جري وحال حرم تحريما أبديا ولقيت إني حرمت خمر الدم بقى اللود وان كريم وحرمتها في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون والخمر خمرة دي حرمت والحرم يقينا سهبال افسم عن دقيس هذا في السنة الثالثة من الهجرة الحرمي حرم بان باساق وفيها في السنة الثالثة سندا صدح هذا ولد وحال دلي السبد ان قبلك وقبل هذا ويلك اذا شا سبد الله سبد قبل هذا ويلك اذا ويلك ويلك دلينا حفيد السبد ان قبلك الحسن بن علي بن أبي طالب أها وفاطمة بنت الرسول أيضا وكان وحاء هذه كان ذي هذا وحان كان لغينا تامد أهيد
فاعلكم انكو كافتوميس وكان وحاء هذا حصلوي وكان اي حصل وحاء حصلي في السنة الرابعة في الرابعة اي في السنة الرابعة سنة دي افراد الغزو دول ما با حصلي فاعلو كان وي التامة الى بني النضير ريبن النضير لو دولي في ربيع اول في ربيع ربيع دي اول اي هره ولغا ودا في الربيع الاول بشي مولده وكان وحاء هذا حصل كان دي تامده كد علمادو عربيه القران كان يغ سو قادين جيرين وان كان دي عسره فناظره الى ميسره وكان وحاء هذا حصل وكان اي وحصل ووجد وكان وحاء حصل في الرابعه في السنه الرابعه سنه افراد الغزو دول لمن الى بني النضير هي بني النضير لو دولي في ربيع اول اي في الربيع الاول بشي مولد سورة كه ليسنا وسورة الحشر صدرت عبد الله بن عباس رضي الله عنه هذو مغلى الروح سورة الحشر ده وحديج يقول لسورة بني النضير وبعد ذلك كاكدر مركي غزوة بني النضير حصل شيء وسنة افراد موت زينب زينب جيري دي بقى هاتي زينب تي المقدمة لسهر مري في الذكر حاجة شيء وبعد ذلك كاكدر موت زينب زينب جيري دي أي أهاتي وحاسس كي النبي قمت كم يدور له زينب أم المساكين زينب بنت خزيمة الهلالية له زينب بنت خزيمة الهلالية قبائل كي عرب تمت كم ده أي قريش ما هين ده زينب تمرك أم المساكين بلدي المساكين تو يدود مساكين تأخرون يدو حسين جر ما قرأت وحاوي مركا انتو نبي قلنا لا لا بحاس با كهر مري جيري كهر مري مدوا خديجة بنت خويلد ومكا يكو جيريو من زينب وي ام المساكين زينب بنت خزيمة الهلالي وبعد انت كذب بعد ذلك كا كذب وغزو بن النضير مركا يحسي شيء موت زينب جيري دي ايا اهاتي زينب كي المقدمة تو ايلا سوهر مريي في ذكر حق الشيء جده وبعده بعد موت زينب جيري ذي كدمنا نكاح أم سلمة جور كذي بقى هذا النبي وجور سري إيه وبنت جحش جبدي سنة وجور سري زينب بنت جحش ثم بدر بدر عياها تبدر تقل موعد لقب الله ماي غير هذا وبعد ذلك كاسو غزو بني النضير أثي بني النضير دون لما تكو ذا كدم موت زينب جيري ذي ذي آهاتي زينب تي المقدمة لسوهر مريه في الذكر حق الشيء دهر الله صحص وبعده بعد موت زينب جيري ذي ذي كدمنا نكاح أم سلمة قور كيري بقى هذا والنبي قور سري إيه وبنت جحش جبدي سينو قور سري ها وزينب بنت جحش مركو زيد فري فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها مركيضا من فوق سبع سماوات بلغوري وبنت جحش جبدي سوى زينب بنت جحش ثم بدر بدر نواها في السنة الرابعة على قهلة بدر تي الموعد لو قبى لرمي بدر تي لو قبى لرمي حلو الحدة قال كي مركو دماضي وننكي اوفان تمي لديه جري أبو سفيان وعيدا كوغامين أو يرى أفيكم محمد من كج أفيكم ابن أبي قحافة أفيكم عمر ولو جواب ويقوى واد التين قوى واد التين مركو سائر عمر بائسين ويحي والله هم أحياء ونول وغضب الله ما يسوء إلهنا وحباقي يرى وحكو حميو كم رجل محمد مرد من المياب ما يواوكم مقل هياب واوكم مقل هياب مركز فانتن قال اعلو هبل سلام كي هبل كره النقضي النبي قال يوري الجواب الله اعلى واجل ده وعقيده موقت لا ما امس كره شيء وهدي عقيده سلام هدي عقيده قش موقت لا ما امس دو يير الهي با سري او وين مركز لنا العزة ولا عزة لكم انك سنم عزة لا دهان لين هو نو غرغاري ايدنك عزة ما ليدين النبي وحي وحاد الله اللهم مولانا ولا مولى الله أنك إلهي وقرقارنا إذنك قرقارنا بالنسبة ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى له قال قرقارنا مركز وحير
سنة الصوص عطاي نوت يبدر نبي وحير هيه هيه نبي أصحابتي سواي مادن قال دي بجنبي قال دي نواع جنبيين يك هبلان تكبر بدر نوع تاوي مر ثم أنت أكدي سنة أفرا وحاد عي بدر 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 تي الموعد لو بلمي قال دي لكن كبر حي وبعدها غزوة بدر لو بلمي كدمنا الأحزاب دولمات كي صباح يسقى هذا سورة الأحزاب لقى ورمي دولمات كي وين غزوة الخندق نوال قد بالق فاسمع دقيس وعد الترسر وعد هذه الغزوات دولمات يال كان ترسو يا وعدتني بتاريخ تاريخ ضوضان الدنة وبنت جحش جحش قبل دي سنة نبي واقور سيزين بنت جحش ثم ينتاكد سنة أفرا وحاذي بدر 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 تي الموعد لقو بلمي وبعدها دولمات كي بدر لقو بلمي كدمنا الأحزاب دولمات كي صباح يسقى هذا فاسمع دقيس وعدد ترسنة او دنا تاريخ ضوض واعتني بتاريخ ثم انت كدي بني قريدة في بني قريدة واعهاتي بني قريدة ايها غزوة الاعزاب اسخو سنة دعان اصحيح سنة دي شناب بي دعان اهجري بشي شوال مرقي احزاب صال الله قصر نماضي النبي وقبي السنة حاسسك سميد كم اذا قولي اذا كو قبي السنة هي جبريل باوي من مركز وضعت السلاح حبكي مد جسم والله ما وضعنا انكو هدان وحويري يا هدان انكو وحويري ملائكتي انها ما وضعناها ما بقى اند الجنم ما بقى اند الجن وحبكي. ثم انت اكد بني قريدة في بني قريدة دولي ما تودي بقى هذا وفيهما في غزوة الاحزاب وبني قريدة وعري ضمير المثنى وفيهما دولي ما كأحزاب يا كم بني قريدة خلف خلاف بقى هذا وفي ذات الرقاع دولمات كي لغة كركر صاحبك علماء نبيك وحال باري كيف سيدي صلاة الخوف عبسيدة صلاة دي وصلاة النقنيسو والقصر صلاة دولة قابية نمي أرهنك والا صور أي نقلة أما رفع والا كوريا أرهنك إلى النبي والا كوريا نمي وآية الحجاب ونزلت وحان سودكت آية الحجاب حجاب كآية ديسانية سودكت والتيمم وآية التيمم تيمم كآية ديسانية وسودكت قيل وحالي ورجمه النبي رجم تيس اليهوديين لبدي يهود ونحك الدرين سنة سيئات ومولد السبد قبادي النبي ويل كيدد إلى الشديس الرضا در الرضا در رضا لها شاه صاحبك الحسين هان سنة سودة شيدة مركب وحان دهينا حلكم وحال السوء ذي إخوة الأفاضل ولقاها اللاي بدر الموعد هلكا سنة ذي أفراد مركي لغوشي غي غزوة الأحزاب يبني قريضة وحيد عن الصحيح سيدة الصحيحة في السنة الخامسة من الهجرة سنة ذي الشنة ذي هجرة عياد عن علماء خلاف قلي سور رابع كتر سواجر لغاية دي الله وبعدها بدر الموعد كدمنا الأحزاب دولمات في إسباهي سيقا أهض فاسمع دقيس وعد الترسو هذه الغزوات وعدتني دانينا بتاريخهم تاريخ ضدنا الدانين ثم انت كدب الدانا وحا أهض بني قريدة غزو بني قريدة في بني قريدة دولمات كدي وأني من يهودة قبائل يهود مدينة دقنا السد حرامد كم إذا كل يدن بيو بني قنقاع بكوها بن نضير لو بني قريش هو أن يكون قمت ليجلي سفي عمبا لولاي وفيهما في غزوة الأحزاب يو بني قريش اللي بدأ الدولمة خلف خلاف بقى هذا حل جاي دعاه ها خلاف بقى هذا سند أفراد ركبة لكن الصحيح هو سند سند وأنا بشي شوال وفي ذات الرقاع دولمات كي لغا كركر كو صاحبك دولمات كان لغا كركر محال لو يقول بحي فيه أقوال أقوال باكود لكن الصحيح هو حاوي حديث البخاري إشارة لي سلقا فهمي صحابة رضي الله عنهم أجمعين رقي هالكا يكود دولي وحا نقبت أقدامنا بينه لغا هاني أيا قلب حي عديه باكا بحي
كبه بعد ما هذا مال إجحري اللي جدوا بورله فيا في نجلة مركا كبه مركا دم ما هذا عتيبة دعوة كسوجان مريه هذا انتهى قاته مريه أيد اللاعين ي لقطة كمرة لفوا أرجله ما مدنا كلا والله اللاعين هاي يقع ما لقطة لقمرة هي سداد فاشل لقمرة لقطة لقمرة أنا هي مركي لقطة لقمرة تو سيدي مركا داي خبيها دكا الى الناس تاسا لوغا كركر لوي دلك قار وحا رقاع وحا لو بي رقاع وا كرمها او كان كرم ودي قميصكي دلك ميل كا دلعان سو لما ير ككبو دلكا سا و خول لها باي دهن وحا رقاع غوبا غوبا موديس لكن صحيح من داهر وفي ذات الرقاع دول لما ذكي لوغا كركر عل لما نبيغا وحا لبر كيف سيدي صلاة الخوف عبسيدة صلاة ديد وايا سنة أفراد ركبا قوة إن إذا ترقع دعلي لديد لك سنة التضواد يوحي كدن بي سيد دعلي لماذا ده أو موسى الأشعري باكا قيب قال أو موسى الأشعري نوحو صلى الله عليه وسلم سنة التضواد يوحي كدن يا أبو هريري يا صلاة الخوف كوري موكت هذا بركتا إسكجر ماشا انقلاف عدك باجر وفي ذا ترقع دول لماذا كي لو كركرك وصاحبك علم وحال بر النبي كيف سيدي صلاة الخوف عبسيدة صلاة دي دو سي أحانس عبسيدة صلاة دي علم دو حيدا على ثلاثة أضرب صدح نوع باللو تكن هدي عدو حق قبل ذي جيرو إمامك واكلا صفا عيدنك قيبنا وحوقين عدو هرتي سقيبنا إمامك إلا تكن هدو عدو مال عن قبل ذا أهين جيرو فرتو حانوك لقال إن عدو ما في القبل من جهة القبل جراه قبل ذا النجاحية نسمال عن قبل هذا أحيان هدوا حق قبل هذا حيقوه دي برقا إنك سون هوبي مدافع جني نبي عليه الصلاة والسلام يا أصحاب تطنوا إسلا الصفانة هل مربا سلاة دلقيت وهلا وضع ركوعي سمع الله مركي لدها لك الهراء نبي يسفك كحيقا سجودي سجودة مركي سواء ما يسان عصوك عن سفكي كلا سجودة انت النبي سجود سيان سفكا كلا الدفاع هنا وردي سوى الصلاة دي سكوج وعدوا هذا حق قبل هذا جرى الصلاة دي اللي يسلو ذا قلب ده حل اللي قام يدفع عن المجرى هذه عدوا يجرى لكن ما لان قبل هذا حين نبي واكل قيم يجرى عيدا كلب وكد يجرى إن وحوجينا عدوا هرتيس عدوا هرتيس أيو إنجينا مقر إن السجل اللي تكنا أنت هل رجع عمرك وتجيه رجع عندك على يدك هذا ما يصنع كوي كلا يسوي بدلي نبي وسيدي أتاعن رقعد بقوة كنا لا تكنا مرة وحلا التحام الحرب والليسكو يلو دجال كيف أصعد ماذا في عده والليسكو جماعي صلاة دين إمامي صلاة اللي جاع في المهي أذوح حبضة طل طلح صلاة دنا كده حوله أما قبل قابل سواء أما قابل السنين أما ديار الدة صاروا أما عبد بلاها صاروا وكده حوله صار مستقبل القبلة أو غير راكبا ولا ماشي وحلا فير المر فإن خفتم فرجالا أو ركبان هدا عبستان عبسيدين كبدا طوال دقالكو إنكو قبسد فرجالا أميدينكو اللقلي الدقالم أو ركبانا أميدينكو وحس فإذا أمنتم نبدقلي هدا هشال فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلم حلقي مركز دولمات كا صلاة الخوف قرمي سودك تا الصحيحو سنة دي التضباط يوحي كدن بيئن خلاف نواجرة وفي ذات الرقاع دولمات كا لغة كركركو صاحبك علم النبي وحال بري كيف صلاة الخوف كيف سيدي صلاة الخوف عبسيدة صلاة ديد القابك إن قري والقصر إيا قابنت صلاة نمي أي نقلة نمي أي نقلة والسوء قوري أهن كاس عن النبي بلغ السوء قوري صلى الله عليه وسلم نمي أي نقلة ويفس من النمي أي رفع أهن كاوال قري له إلى النبي النبي الله كريم صلى الله عليه وسلم أحاديث أرنك كور رميس أحاديث مرفوعة ونزول آية الحجاب والصلاة ذو كعرف هي ونزل ذو فعل سوى قدرت ونزل ذو حاسو دكتي آية الحجاب حجاب كأيديس والتيمم تيمم كأيديس أنا وسوى دكت قيل وحالي سنة شناب سو شيخ قوة ذاه هي ورجمه النبي رجمين تيسي اليهوديين لبدي يهود ورجميي نيني انا كرزينيستي بي اهن يوم مولد الصبدي
إن قبلت كي النبي قد لشريس إن قبلت وحوي جبديس ويل كي إن قبلت بعلماء ذهور دجى إن قبلت وقبلت هذا ويل كي در إيو مولد الصبد إن قبلت كي النبي قد لشريس الرضا ذو الرضا لأها شاه صاحب كالحسين أها ويا وكان وحاء هذا وكان وحاء هذا في الخامسة السنة دي شند اسمع دقيس أو وثقه قلصونا وألف الإفك حديث الإفك بقى هذا بين أبورة في عائشة الله بين أبورة رضي الله عنها شيء كذا في غزو بين المصطلق غيب المصطلق دولمات كودمونه دولمات كان لما قعوا إلى غزو بين المصطلق نوال غزو بين المصطلق وعد اللي قد دولم قبدي صفية قبدي أهيد جويرية بنت الحارث عد وضو غزوة المريسع نوال إيراها ما يشو درقالك كدع وميل بيولي مريسع لديد مريسع وبسير وكان وحاضي في الخامسة في سنة الخامسة سنة دي الشنة اسمع مقل وثقك كالصونوه الإفك حديث الإفك بين أورك حديث في غزوة بين المصطلق ربن المصطلق دول ما تكوذي ودومة الجندل ماشاء الله دومة الجندل دول ما تكيدنا وأهالي قبل أي قبل غزوة بني المصطلق في بني المصطلق دول ما تكوذي كهر وحسر وحاحسل وسنة شناب بقوة شيخ عقد إمنة الحارث وحسر وحاحسل إسل دول ما كان قداشيس عقد إمنة الحارث حارث قبيديس قرس الشديدي بعد انت كدب بعد غزوة بني المصطلق واتصل النبي وانا الله حليل قبل أصوى الله عرفتك علي غير هذا ودومة الجندل دولمات هي دومة الجندل ماشي اللي يراه ما قال ما يعيده ودومة الجندل قبل غزوة بني المصطلق في بني المصطلق دولمات كوذا كهربو أها سنة شناد بونا هاب وحصل وحاحصلي عقد إمنة الحارث حارث ابن أبي الدرار بل إذن كان حارث ابن أبي الدرار جويري أبيه دوي وأنا رئيس بن المصطلق بن عكل في بن المصطلق قدوميه دوي إنك ماذا حوينه هو ودومة الجندل ما قال هذا دومة الجندل يا دول ما تكيدنا سنة شنا ضيوها هذا قابلوا ودومة الجندل له دومة الجندل ماشي اللي يراه قبل غزوة بني المصطلق هي بني المصطلق دول ما تكو ذكور أيوها وحصل وحاحصل في سنة الخامس عقد إمنة الحارث حارث قبيد يسيء جويريا قرس شديد النبي وقرس بعد غزوة بني المصطلق هي بني المصطلق دول ما تكو ذكور واتصل النبي والله حليل بها قبل أي دخل بها والله أقل قليو وعقد ريحانة ريحانة قرسل شديد النبي وقرسل قبل لها ريحانة بنت زيد هي بني قريضة ضد كودي وحينا هاين هي بني قريضة ضد كي لسواق فاش أيو النبي وكفش قبل لكن ما أظن هل هي حرة أم سرير أم سرية ما حر بها مسا أظن حلو بني أني أظن إني أمه أي اللوب بذين وعقد ريحانة ريحانة قرسة شديد في ذي الخامسة السنة دي الشنات ثم انت أكد بنو الأحيان غزوة بني الأحيان لمن كيري بنو الأحيان دول لما تكويد أي أهذي بدء سادسة سنة دي اللي حاد باللوغد وعقد ريحانة ريحانة قرسة شديد في ذي الخامسة السنة دي الشنات ثم بنو الأحيان في بنو الأحيان دول لمات كودي بدء السادسة سنة اللي حاد باللوغات وعبد ريحانة ريحانة قرسة شيء النبي قرسة إني أدرون أهيد با حب بدا في ذي الخامسة سنة دي شنة ثم بنو الأحيان قبيل كليا ري بنو الأحيان دول لمات كودي بدء السادسة سنة اللي حاد باللوغات بنو الأحيان لمن إذا بدرم بيهان لمن كي قراد الله إيه والله سبحانه وتعالى على محكم الله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.